أستاذ محمد، يوم 25 يناير اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الفيلق الثالث وميليشيا أسد. 26 الفيلق الثالث يعلن إحباط محاولة تسلل لقوات النظام السوري. قبلها بعدة أيام الفيلق الثالث يشتبك مع هيئة تحرير الشام. ما الذي يحدث في المحرر الآن؟ هل هو محاولة فرض قوة عسكرية موحدة للمحرر، أم أن هذا من الممكن عدم حدوثه؟ أما دعني أبدأ من النقطة الأخيرة يعني التي تفضلت فيها، هل هي المسألة متعلقة بفرض قوة واحدة؟ هذه مسألة يعني إعادة تشكيل خارطة القوى ومناطق النفوذ مستمرة منذ سنوات لم تنقض، يعني سواء من قبل هيئة تحرير الشام، من قبل الفيلق الثالث، من قبل حتى تلك التي تختلف أحيانا بعض قراءتها أي تشكيل، يعني ما بين مجموعتين ايديولوجيتين احيانا، وهذا الصراع قد ياخذ اشكال في المنطقات الدينيه قبيلا ان تكون هذه المجموعه في هذه المنطقه تحول تطبيق الاسلام. هذا قد حدث من قبل يعني قبل اي كان بعض الايديولوجيه الاخرى كانت مع الهواء. الصراع اليوم نحن نتحدث عن مجموعه غير ايديولوجيه، يعني جاز لنا ان نصنف مجموعة إنجاز لنا أن نصنف مجموعة غير إيديولوجية الآن ومجموعة إيديولوجية. الثالث وهي مجموعة متنوعة، وفي المقابل هناك مجموعة إيديولوجية. فهنا الصراع واضح أن قطاع مناطق النفوذ صراع يعني وحتى تكون مناطق النفوذ أشبه التغيرات الإقليمية التي في دول أزمة. طيب يعني نحن نريد أن نقول يعني من الذي سيحسم القوة العسكرية التي من الممكن أن تتحكم؟ هذا الصراع بين القوة والتناطح بين القوة في الشمال المحرر، من سيحسمه؟ هل من يحمل السلاح الأقوى، أم من عنده الظهير الشعبي الأكبر، أم سيحسبه أو الذي سيحسم هذا الصراع أمر خارج الشمال خارج سوريا، ربما يحسمه الداعمون بشكل أو بآخر ويجلسون معا ويحددون محددات شكلية لمن تصبح القوة المتحكمة في الشمال؟ أنا برأيي لا أحد يستطيع أن يحسم المسألة بطرف واحد، يعني كل طرف له من يدعمه، وكل طرف يحاول أن يفرض نفسه وأن يمتلك أكثر ما يمكن من أوراق اللعبة للمرحلة القادمة. نحن نتحدث الآن وكأن سوريا مقبلة على متحولات ومتغيرات كبيرة جدا إقليمية، وما يتعلق بالأزمة نفسها ومسارات سياسية الآن مطروحة هناك من قبل بعض الدول فيما يتعلق بالتطبيع مع النظام السوري، كل هذه الأمور تجعل من هذه القوى على الأقل القوى الرئيسية تحاول أن تمكن لنفسها أن تسقط المزيد من مناطق النفوذ والسيطرة حتى تستطيع أن تلعب دور في المستقبل فيما يتعلق بإعادة رسم خارطة القوة في المنطقة في هذا الجزء على الأقل المستقبل المحرر. اليوم القوتين الموجودة الفيلق الثالث الذي يمثل الجيش الوطني وتحرير الشعب في الحقيقة نستطيع أن نقول أن هذه القوة متكافئة ومتساوية، لأن هي تحرير الشام فيها مشاكل صحيح تنظيمية هيئتيا كعسكرية ومن الجيش الوطني وكتمام، ولكن إشكاليتها أنها مصنفة لا زالت تحت تصنيف الإرهاب، إشكاليتها أنها لا تجد دعم وسند مباشر من قبل دول صحيح أن لديها قنوات للدعم، ولكن في المقابل الجيش الوطني أيضا يعاني، الفيلق الثالث يعاني أيضا من أنه هو جزء من صراعات مجموعات داخل الجيش الوطني، لذلك يعاني من التماسك، يعاني من وجود مجموعات، ويعاني أيضا من المواد بسبب أن الموارد هذه موارد محدودة وتأتي خلال قنوات دعم من أجل تحقيق أهداف لصالح هذه الدول. فلا يمكن لطرف أن يحسم الصراع، وحتى الدول لا تستطيع أن تتدخل بشكل مباشر، حتى إن أرادت تركيا التوقيع من أجل الهجوم، ولكن لا تستطيع أن تحسم هذه المسألة وتفرض قوة معينة لتسيطر على كل هذا الشمال.